باتيلي حذر من أن يؤدي إخفاق والتوصل لاتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا إلى أزمة جديدة في البلاد. فمن دون التوصل إلى اتفاق حول هذه المسائل، من الأرجح أن العملية الانتخابية ستواجه حائطا مسدودا كما حصل في العام 2021، عندما أدى ذلك إلى المزيد من الاستقطاب وإلى زعزعة الاستقرار في البلد. لذلك أدعو هذا المجلس إلى زيادة الضغط على الأطراف المعنيين و استخدام العلاقات الجماعية والشخصية لتأمين الإرادة السياسية المطلوبة لإيصال البلد إلى الانتخابات الناجحة.